رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل. يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، مرحبا بكم في الحلقة 18 من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. كنا بدأنا في هذه الدورة حديثا عن مقدمات تتعلق بالزواج كحكم الزواج ودعوة الإسلام إلى الزواج والتأهيل النفسي للمتزوجين ودوافع الزواج، ثم انتقلنا إلى اختيار الزوج واختيار الزوجة، ثم حديثا عن الخطبة فالعقد فالفترة بين العقد والعرس فليلة العرس، ودخلنا في البحث الماضي إلى داخل بيت الزوجية لننظر إلى الزوج ماذا ينبغي عليه أن يتمثل لزوجته، وكنا نظرنا إلى بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتكلمنا عن الرسول الزوج. اليوم الحديث إلى الزوجات خاصة. عنوان حلقة اليوم: الزوجة كما يريدها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيتها الأخت الكريمة، عندما عقد أبوك عقدك على زوجك أتعلمين ماذا قال له؟ قال له: زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذه الكلمة؟ معناها أن ابنتي ستتمثل أوامر كتاب الله وأوامر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما وكلت أباك بإنشاء وإبرام عقد الزواج معناه أنك رضيت بما يقول. أما ترضين أن يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معلما لك ومرشدا لك؟ بلى، والله لئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعلم وهو المرشد لتسعدين في بيتك وتسعدين. وما أحلى البيوت إذا كان الأزواج فيها يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت الزوجات يتمثلن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. لقد ذهب بعض المسلمين وبعض المسلمات حينا باتجاه الشرق وحينا باتجاه الغرب، يبحثون عن قدوات وعن أسوات وعن صور يتمثلونها، لكنهم ضاعوا وأضاعوا. حينا ذهبت بعض النساء لتقول إنها تريد أن تكون كامرأة غربية. أتعلمين ما معنى أن تكوني كامرأة غربية؟ معناها أن زوجك يبيت معك الليلة، ويبيت غدا مع خليلة أخرى، وبعد غد مع خليلة أخرى، وهكذا، ولا تدرين في كل يوم مع من يكون زوجك. أتعلمين ماذا أن تكوني امرأة تقلدين المرأة التي عاشت في الشرق الأحمر؟ معناها أن تكوني امرأة تلقين عندما يذهب جمالك في زوايا الحياة، لا ينظر إليك لا ابن يرعاك ولا زوج يحنو عليك ولا أب يقوم بواجبه نحوك. ذهبت نساء نحو الشرق وذهبت نساء نحو الغرب، فضعنا وأضعنا. والله لن تجد امرأة سعادتها إلا باتباع أوامر الله وأوامر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم يا أيها الإخوة، العالم كله
يبحث عن كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم النجاة بأيدينا نحن المسلمين. إذا طبقنا كلام الله وكلام رسوله داخل بيوتنا وداخل معاملنا وداخل محاكمنا وداخل سياساتنا الشرعية وداخل مساجدنا، فسنشكل للناس نموذجاً صحيحاً ليتأسوا به. أما إذا كانت الفتاة تتبع هواها مع زوجها، وإذا كان الزوج لا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته، فنحن نقدم نماذج مغلوطة لهذا الدين، وبه نصرف غير المسلمين عن الإسلام. عنوان حلقة اليوم: الزوجة كما يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله ماذا يريد أن تكون الزوجة مع زوجها، فرأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الزوجة مع زوجها 4 أمور: أولاً الطاعة في المعروف. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيك أن تطيعي زوجك. الحياة كلها يا أيتها الأخوات ويا أيها الإخوة قائمة، وهذا مرة ثانية نقوله، على رئيس يأمر ومرؤوس يطيع، على مدير يأمر وموظف يطيع، على أستاذ جامعي يأمر وعلى تلميذ يطيع. لا تطير الطائرة إلا بأمر من الكابتن وطاعة من مساعد الكابتن. ولا تنسوا أن مساعد الكابتن طيار، وليس قليلا في رتبة قيادة الطائرة، لكن شاءت الظروف لتطير هذه الطائرة أن يكون هناك طيار واحد ومساعد أو مساعدان. ينبغي على المساعد أن يطيع قائد الطائرة. لن تحلق الطائرة إلا بهذه الطاعة. وتخيلوا لو أن معاون الطيار قال للطيار وهو في غرفة القيادة، قال له: أنا لا أطيعك، أنا مثلي مثلك، شهادتي كشهادتك، رتبتي كرتبتك، ما تعلمه أنت أعلمه أنا. بالله عليكم ماذا سيحدث بالطائرة؟ إنها ستسقط لتحرق الطيار ومعاون الطيار وتحرق كل الركاب. والسبب أن معاون الطيار الأحمق لم يرضى أن يطيع الطيار. الحياة كلها قائمة على هذا المنهاج. ثم أسألكم بالله: المرأة عندما تذهب إلى المدرسة ألا تطيع مديرة المدرسة؟ ألا تطيع معلمة الصف؟ ألا تطيع أمين السر في المدرسة فيما يتعلق بالأمور العلمية؟ بلى. هل ينكر أحد طاعة تلميذة لمدير المدرسة في الشؤون العلمية؟ أبداً، بل كلنا ننصحها، أبوها وأخوها ووزارات الدولة ووزارات التعليم ووزارات التربية وكل العقلاء وكل المدبرين والمفكرين يقولون: يا بنتي الله يرضى عليك، أطيعي معلم الصف في الأمور العلمية حتى تنجحي. الموظفة ألا تطيع مديرها في دائرة العمل؟ هل ينكر أحد طاعتها لدائرة العمل أو لمدير العمل في الدائرة؟ أبداً. إذن لماذا تنكرين أو تنكر بعض النساء طاعتها لزوجها؟ الزواج بناء جماعة، بناء أسرة، هذه الأسرة فيها مدير، المدير هو الزوج وأنت معاونة المدير، وينبغي على معاونة المدير أن تطيع هذا المدير في شؤون المنزل. الآن ربما يخطئ هذا المدير، سيحاسب هو. الآن ربما يقترح اقتراحاً لا يجده المعاون مناسباً، سنحاسبه هو. لكن الذي ينبغي على معاون المدير أن يقدم المشورة والنصيحة، لكن الأمر في النهاية للمدير وهو الذي سيحاسب. وإن تعجبوا فاعجبوا من جمعية حديثة تنشأ في أمريكا. هذه الجمعية اسمها جمعية المرأة المطيعة لزوجها. النساء الأمريكيات أردن أن يتعلمن منكن أيتها المسلمات كيف تطيع المرأة زوجها،
شكلنا الآن جمعية اسمها جمعية المرأة المطيعة لزوجها، يدربنا النساء داخل هذه الجمعية، يدربنا الأعضاء داخل هذه الجمعية في أكثر مدن العالم تقدماً مادياً، كيف تطيعين الزوج؟ لأنه لا قيام للأسرة إلا بطاعة المرأة لزوجها. طبعوا في هذه الجمعية دليلاً كتاباً مؤلف تقريباً من 500 صحيفة اسمه دليل المرأة في طاعة زوجها، تعالي نعلمك كيف تطيعين الزوج. طبعوا في هذا الدليل 5 طبعات، كل طبعة 100,000 نسخة، وزعت النسخ كلها، والنساء الأمريكيات يطلبن نسخا جديدة. إذا كنت متقدمة ومتطورة ومحترمة فأطيعي زوجك، أما اللواتي ينشزن عن طاعة الزوج فلا شك أنهن المتخلفات والرجعيات واللواتي يريدن سقوط الأسر في المجتمعات. يئن وتئن المجتمعات غير المسلمة من فقد الأسرة، من تمرد المرأة، من خروج المرأة إلى الشارع. تبكي المرأة الشرقية والغربية لأنها ملقاة في الشوارع، تعمل من الصباح حتى الظهيرة، وربما كان عندها دوام بعد الظهر، وتعود لتعتني شيئا ببيتها، ثم هي مطلوب منها واجبات الزوجية. بعد كل هذا تجد زوجا خائنا يأتي إلى سريرها الخاص بنساء من كل حدب وصوب. أتريدين أن تكوني شرقية أو غربية، أو أن تكوني زوجة يعلمك رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون حياتك؟ لقد قال أحد الشيوخ أنه كان في زيارة إلى بلد شرقي، وفي ساعة متأخرة ليلا عاد من اجتماع ونزل إلى مترو الأنفاق، وكانت درجة الحرارة باردة جدا. في بينما كان ينتظر وسيلة النقل التي تنقله إلى المكان الذي يريد، شاهد عامل تنظيفات بعد منتصف الليل ينظف في هذا المترو، فاستغرب والحرارة متدنية جدا. قال: والله مسكين هذا العامل في مثل هذه الساعة من الليل وفي مثل هذا البرد القارس ينظف الآن، يا ليت أستطيع أن أساعده بشيء أغنيه عن هذا العمل. قال: فوجئت عندما اقترب مني عامل التنظيفات هذا وأدار وجهه إلي فإذا هو امرأة. يا أيتها المرأة، يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتريدين أن تكوني عاملة تنظيف في دولة شرقية أو غربية؟ أتريدين أن تكوني هكذا ملقاة في مترو الأنفاق؟ أين ابن هذه المرأة؟ أين زوجها؟ أين أخوها؟ أين أبوها الذين يربيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على العناية بها؟ تعالوا أحدثكم ماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم يريد منك أن تكوني زوجة مطيعة لزوجك، وفي هذه الطاعة سعادة وعز لك وله وللأولاد. ما صار طبيب طبيبا إلا بطاعة أمه لأبيه، ما صار مهندس مهندسا إلا بطاعة أمه لأبيه، ما صارت جامعية جامعية إلا بطاعة أمها لأبيها، ما صار ذو شأن أو ذات شأن لها هذا الشأن إلا بطاعة أمها لأبيها. ولو أن الأمهات نشزن عن الآباء لما كنا نحن في الحالة الحسنة التي نحن بها، ولولا أمك التي أطاعت أباك لما كنت أنت بهذا المستوى اللائق من الأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت. أول ما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم من المرأة أن تكون مطيعة لزوجها. نلقاكم في تمام ما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزوجات بعد الفاصل، فانتظرونا.
بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في الحلقة 18 من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، ونحن نتكلم عن الزوجة كما يريدها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم منك أن تكوني زوجة مطيعة لزوجك. وحدث مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فنظر إليها وقال: أذات بعل أنت؟ هل لك زوج؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: فأين أنت منه وأين هو منك؟ قالت: يا رسول الله، لا آل في طاعته إلا ما عجزت، لا أقصر، يعني إنني أجتهد في طاعته ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لكن إن عجزت فلا قدرة لي مع عجزي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. زوجك أيتها الزوجة سبب لدخولك الجنة إن شاء الله تعالى، والعياذ بالله، عدم طاعته سبب لدخولك النار، ولو كنت تصلي فستحاسبين على ترك طاعته. وطاعة الزوج باب عريض للتقرب إلى الله تعالى. لقد كلف الله زوجك بمسؤوليات كبيرة، 10 مسؤوليات مضت معنا في الحلقة الماضية، وكانت هناك مسؤوليات خاصة 3 مضت معنا في مسؤوليات الزوج مع زوجه مع زوجته، لكنه بالمقابل لابد أن يعطيه بعض الامتيازات ليسير هذا المركب كما أعطاك الله عز وجل امتيازات ليسير المركب. الأمر الثاني الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزوجة: الأمانة، أن تكون المرأة أمينة على نفسها. أصعب شيء يواجهه الرجل أن يخرج من بيته وليس مطمئنا على أهل بيته، يخاف أن تخونه زوجته، إن في نفسها وإن في ماله وإن في أولاده. صعب جدا أن يخرج رجل زوج من البيت وليس مطمئنا لما سيحدث في بيته، يكاد أن يمزق، يكاد قلبه أن يتفطر. لذلك طلب إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكوني أمينة مع زوجك لتحفظي بيتك وتحفظي أولادك. أما المرأة التي إذا خرج زوجها في الساعة 8 صباحا لحقته في 8:30 أو 9 إلى جاراتها، ولم ترجع تدخل إلى البيت إلا قبل دخوله بنصف ساعة، فقد خانت الأمانة. والمؤمن أمين، أما المنافق إذا اؤتمن خان، ولا تكون مؤمنة من المنافقات. أما المرأة التي إذا خرج زوجها واستودعها أولاده فراحت تترك أولاده للطريق، أو تترك أولادها للخادمات، أو تترك أولادها لما ليلعبن في الشوارع حتى قبل أن يأتي الزوج بساعة أو ساعتين عادت إلى بيتها ولملمت أولادها، فما حفظت هذه الأمانة. تذكرون أيها الإخوة أن القنوات الفضائية عرضت قبل سنوات قصصاً جرت في الغرب وليست بعيدة عنا إذا لم ننضبط بأوامر الله تعالى، ذلك بأن عائلات اعتادت العائلات بعضها أن تضع خادمات في البيوت ومربيات للأولاد والبنات. أب وأم موظفان وضعوا خادمة في البيت ترعى البيت وترعى الأولاد الصغار. كان عندهم 2 صغيرين، واحد منهم محمول على اليد والثاني له من العمر 1 أو 2 سنين. الأب والأم لاحظا أنهما إذا رجعا بعد الظهيرة من الدوام أن هذا الابن الذي له من العمر 2 سنين يركض على أبيه أو على أمه، يتمسك بهما بقوة وبشدة بطريقة غير اعتيادية، والطفل الصغير أيضا يبكي بكاء شديدا إذا شاهد الأم والأب. كذلك صباحا عندما كانت الأم تودع ابنها إلى الوظيفة أو الأب، هذا الابن كان يتمسك بأبيه تمسكا شديدا ويبكي، وكذلك يتمسك بأمه. حدث الزوج زوجته بما يشعر
أتشعرين شيئا غريبا؟ قالت والله أنا أشعر نفس الشيء. في شيء، ما الأمر؟ قال لا ندري. قررا أن يضعا كاميرات تصوير داخل البيت دون علم هذه الخادمة. هل يوجد شيء يحدث في البيت في غيابهما دون أن يعلما؟ أخفيا كاميرات تصوير قبل أن يخرجا من الدار ودون أن تعلم الخادمة، وأشعلاها ومضيا إلى العمل. لقد شاهدوا قارعة وطامة. كانت هذه الخادمة إذا بكى الطفل الصغير أو بكى هذا ابن السنة أو السنتين تأتي بالمكوات المحماة لتقول لهذا ابن السنتين سأحرقك إن لم تسكت، وكانت تمسك بهذا الطفل المحمول على اليد لتلقيه على السرير أو على الوسائد، ثم تقول لأخيه لئن أخبرت أمك أو أباك لأقتلنك وأحرقنك. بالطبع هي ليست أمه، ليست الأم أمه، ليست أمه، ليست التي أنجبته، لا تشعر بعاطفتك نحو ابنك. لذلك زوجك تزوجك لتكوني أمينة على الأولاد، لا يريد خادمة أمينة على الأولاد، لا بأس بوجود الخادمة، لكن يريد أماً ترعى أولاده وتكون أمينة على الأولاد وتكون أمينة على الدار. لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء في موضوع الأمانة ألا ينفقن من بيوت أزواجهن إلا بإذنهن. بعض النساء ربما حملت الطعام وأرسلته إلى بيت أهلها أو أرسلته إلى بيت صديقاتها في غيبة زوجها، أو أرسلت بشيء من المال إلى جاراتها في غيبة زوجها، أو ربما أرسلت لقريباتها في أفراحهم أو في أحزانهم من مال الزوج بدون إذنه. لم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تنفق من بيت زوجها إلا بإذنه، لأنها مؤتمنة على المال. لقد طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المرأة في أمانتها أن تحفظ أسرار البيت. ما يجري في بيتك ليس أمراً تسويقياً يجوز لك أن تسوقيه لأختك أو لأمك، ويؤذي الزوج كثيراً أن يسمع بعد حين من أبيك حادثة خاصة جرت داخل البيت، ويؤذي الزوج أن يسمع من أخيك أو من جارتك حديثاً خاصاً جرى في بيته بينه وبينك. أنت أمينة على أسرار الزوج، وأمينة على مال الزوج، وأمينة على أولادك وأولاد الزوج، وأمينة على بيتك وبيت هذا الزوج. أول مطلوب منك يطلبه منك رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعة في المعروف، وثاني المطلوبات الأمانة، ثالث ما يطلب منك طلب رضا الزوج. اطلبي رضاه، وما عليه أن يرضى عليك الزوج، وما عليه أن يرضى عليك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيرضى عنك رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ من هي المرأة زوجتك التي ستصاحبك إلى الجنة؟ ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ كل ولود ودود إذا غضبت أو أسيء إليها أو عصت زوجها، أخطأت أو أخطئ معها، قالت هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. تقول الزوجة لزوجها أنا لن أنام حتى ترضى، ألن أتركك وحيدا حتى ترضى، لا تؤاخذني، أخطأت ماذا أفعل؟ هذه المرأة تشترى والله بماء العيون، هذه المرأة يدفع لها مهر ملك سماء وملك أرض، هذه المرأة يبحث عنها بين كثير من نساء يتجهن نحو الأنانية ونحو إسخاط الأزواج. المرأة التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعاون مع زوجها على أن يرضى هو وعلى أن ترضى هي، وأيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. طيب الآن ماذا لو عصت امرأة زوجها؟ لا طلبت رضاه ولا سألت عنه وقالت أنا وأنت واحد،
بالعكس أبي خير من أبيك، وأمي خير من أمك، وعائلتي أحسن من عائلتك، أصلاً شهادتي الجامعية أرقى من شهادتك، أصلاً أنا تنازلت كثير لما تزوجتك، ما أخبار هذه المرأة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرة، ثلاث لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرة، صلي ما شئت، وصومي ما شئت، واذهبي إلى العمر والحج ما شئت، ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرة. وعد منها رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة الساخط عليها زوجها. لذلك يا أيتها الأخت، نحن نربأ بك في هذه الدورة أن تكوني من هؤلاء. أنت أكبر بكثير وأغلى بكثير وأنفس بكثير وأعلى بكثير من أن تكوني باحثة عن أنانية شخصية أو عن تدمير أسرة. أول ما يطلبه منك النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الزوج، والثاني الأمانة، والثالث طلب رضاه، ورابعا وأخيرا طلب إذنه. ما دام هو المدير فالعادة ألا يخرج موظف من الدائرة إلا بعد استئذان، والعادة ألا يأخذ موظف إجازة إلا بعد إذن، والعادة ألا يسافر موظف من بلد إلى بلد إلا بعد إذن المدير. وطلب إذن الزوج نوع من الاحترام له. واسمعي إلى هذا الحديث، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. قال العلماء: هذا في صيام السنة، صيام يوم اثنين وخميس، أو صيام ستة من شوال، أو الأيام البيض، أو غيرها. أما صوم الفرض فهو مأذون به من رب العالمين، وليس بحاجة إلى إذن زوج أو غيره. لكن الشاهد عند الصيام، الصيام لله وأجره كبير، مع هذا الله عز وجل يقول للزوجة: لا تصومي حتى يأذن لك هذا الزوج الكريم. الله صاحب الحق في الصيام يقول: يا أيتها الزوجة اسألي زوجك، إذا أذن فإنه يرضيني أن تصومي، وإذا لم يأذن فأنا أسامحك بالصيام على أن ترضي هذا الزوج. أيتها الأخوات الكريمات، هذا ما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزوجة: الطاعة والأمانة والرضا والإذن. نلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل. يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكن يضم الزوج.